بيزا سوفيا مرحبا بكم اللي معنا اليوم في ليله مولاتي تكلمنا على هذه الحفله اللي كتجمعكم هذه دي الحفل ديال العقيقه ديال المولود الجديد سيدي مازين الله يدخلوه علينا وعلى الام ديالو والاب ديالو بالصحه والسلامه والعافيه اكيد الله يدخلو عليهم بالخير والصحه والعافيه يا ربي والله يخلي كل واحد الوالدين ديالو والوليدات ديالو اكيد كيفاش جاتكم هذه دي الفرحه ديال الخال والخاله صراحه هذه الفرحه <applause> معودين عليها بزاف لانه تبارك الله لالا جابيلو سي عندهم بزاف د الحفائد <Eastern> يعني اللي كيتزاد كي كيقولوا الله يجازيك كل صباحك بصح الله كل واحد الولاده ديالو بال بالمعزه ديالو فوالا هشي يعني <عطين> <تص comun meinenißakus> ديال دي اللي كاين الله يخلي لكل واحد الوالدين ديالو والوليدات ديالو يا ربي فين تكلمنا على الحاله الصحيه ديال الكليمه بعد الحديث صراحه دازت دازت واحد الفاجعه لانه داس دقه مورا دقه اول حاجه هو انني كنت بارطاجيت مع الناس الطيحه اللي كنت تحت ديت الغياس في راسي من موراها بشحال شي شهر بحال هكاك ما كاملش الشهر ديت لاكسيدون رجلي تهرست لي من الشوفيه ولكن الحمد لله نزلت من الطوموبيل بغيت نمشي للحانوت نتقدا شي حويجات جا واحد من الموطور و لا يلا <applause> من هذا المنبر كنبغي نقول انه الواحد يبدا يرد البال والوالدين اللي كيشيو لوليداتهم الموتور يعرفوا لمن ياخذوهم شي واحد اللي غيكون بعقله ويسوق على شي حاجه اللي غي اللي زعما غيقضي بها الغرض فيزا كيفاش دوزتي الفتره ديال المرض ديال سفيان واش عاش الشوش معك شويه هي كانت صعيبة عليا بزاف بزاف صراحة الله لأنه ما كنتش معاه ومولف يجاوبني في التليفون ما جاوبنيش ومنين قال لي الأخ ديالي أشرف هو اللي كان معاه شنو قالوا صافي تصدمت ديال بصح ولكن هزيتو فوق راسي هذا في الشوج ديالنا الصغيور وتفشش علينا <applause> ايوا الله يحفظو وينجيه يا ربي والحمد لله دابا بالصحه ديالو مزيانه الحمد لله كانت ردت الفعل ديالي فريمون تاثرت بزاف كيف قلت لك ما كنتش معاه ومنين سمعت وما كيجاوبنيش تاثرت بزاف صراحه صوفيا <applause> شكون اول واحد تفكرتي من درتي الحادث صح تفكرت الوالده ديالي هي اول وحده كتفكر وكطيح في بالي الله يحفظها والله يخليها لنا ومسكينه عيانه عيانه صراحه دازت هي من واحد من واحد الصعوبات ومن واحد الضغوطات الله يفرج عليها وديما كنقول بلي الوالده هي أول وحده كنحطها من عينيا عاد السيد الطاهر باش <applause> ما يكعش الا شاف هذا الفيديو السيد الطاهر حتى هو كاين الوالده هي الاولى عاد السيد الوالدين ديما كيكونوا سبحان الله فحال في فحال في وكتبقى تفكر في اي حاجه كنبغي نقول لهم كنبغيكم بزاف وتنحمق عليكم وكنتمنى من الله نحقق لكم داك الشيء اللي ان شاء الله بغي توصلوا ليه نكون انا السبب ان شاء الله باذن الله واش اللي كاين أه في زاش من انه سفيان كيميل الام ديالو اكثر وانت من كتميلي للام ولا الاب آه. آه شوفوا هما الوالدين بجوجهم بحال بحال غير دابا الام ديالي كتبقى قريبه لينا وكتجمع معنا وتهر معنا وبزاف ديال الحويجات وكذلك المعزه بحال بحال غير الام ديالي قريبه لينا شويه الصراحه ديال الله بحال بحال جبدي لي بحال 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 كنحماق عليهم بجوج الله يخليهم ليا بجوج وكيف قلت لك انا عندي انا خجوله ملي كتكون عندي شي حاجه ما كنقولهاش لبابا كنقولها لماما وكتوصل لبابا يعني فاجحه القلب ديالي كامل لماما ولكن ماشي ما كنبغيش نعاود لبابا غير كنحشم منه وصافي هادشي اللي كاين <applause> <applause> امين حدايا سي طايري حدايا سي طايري صوفيا دائما نشوفك انك حاضر في المناسبات امتى نقدروا نحضروا المناسبه ديالك زواج ان شاء الله مقرب، باذن الله لا لا غير تضحك غيت تضحك شد كتخمزي فيا فيها غير تنضحك شوفي كل حاجه بوقيته آه انا بغيت ان شاء الله باذن الله تنكمل الاهداف ديالي ونحقق شحال من حاجه باغي نحققها لا ليا ولا الوالدين ديالي ولا بدا الزواج كيبقى شي حاجه اللي واجب باش كيقولوا نكمل نكمل الدين ديالي آه. يعني حاليا سفيان ما كينفسش على شكون قال لك؟ يا تنضحك ما كاين والو لحد الساعه صراحه ديال راسي انت في زي امتى نقدروا نشوفك عروسه؟ ان شاء الله باذن الله الى جا الخير ينفع حاليا صراحه الله حابسه حبس الافكار ديالي من الزواج ولكن منين تنكمل شي بروجيات انا وصوفيا ان شاء الله اللي غادي نشاركوها معكم عما قريب باذن الله و ما نقول لي جا الخير مرحبا به صوفيا شنو هي الخطط ديالك المستقبليه صراحة كنفكروا في زندي واحد البروجي إن شاء الله اللي واقفين عليه وخدامين عليه وأول خطأ كنقولوا صراحة من صحافة للا مولاتي لأنه كانت من أول بداية ديالنا أنا كنا أول صحافة اللي هي للا مولاتي العاقلة فائزة أوه. ودخلوا علينا بواحد الفال اللي خير وكنبغيوكم كاملين أنتم على الطاقم ديالكم كامل محترم وداك المحتوى اللي كتحطوا محترم كنشكركم وإن شاء الله بإذن الله غيكون شي مفاجأة زوينة وغتعجبكم أنا وفائزة في ذكر بين اكثر من هذا المشروع وساقول. اقول <applause> صراحه والله العظيم كيف قال ما عليناش عليه حتى ديالنا اول مره غادي نقولوها وعما قريب ما بقى والو ان شاء الله وغادي تشوفوا علاش كنا كنخططوا علاش كنا كنحلموا راسنا بزاف الحوايج باش نوصلوا لهذا الهدف صراحه اللي واقفين عليه دابا كنفكروا انا وسفيان وفائزه اوفيسيال بداو بجوج غادي يكملوا بجوج ان شاء الله فايزه شفنا مؤخرا انه درتي التكميم كيف فقدت الحاله الصحيه ديالك؟ اي اوبيراسيون كيف ما كانت كدوز على الشخص اللي داره آه ما نكذبش عليك نقول لك كل شيء مزيان دست من فتره صعيبه بزاف وما آه دابا الحمد لله بالدوايات تريتمون ديالي كل شيء دابا الحمد لله كنحس بالحاله ديالي مزيانه ومني كنشوف إذا كيف كانت وكيف ولات كنقول آه الحمد لله درت خير في راسي درت العمليه <applause> صراحة الله بكل صراحة المغاربة ديالنا ما كيرحموش كتكون غادة الناس ما كيعرفوكش هذا غير الغليظة هذا هذا كتحرش شوية على رغم كنبغي نقول هذه المسألة ما تبقاوش تنمروا على الناس لأنه اه كيبقى فيهم الحال على بزاف ديال الحوايج اه وأباغ سا كنمشي للبوتيكات ما كنلقاش القياس قدي بزاف ديال الحاجات تأثرت من هذه القضية فكرت بيني وبين الاب ديالي هو اللي زعمني صراحه الله كانت بيني وبينه ما قلتش حتى لسفيان تخيلوا اللي ما كان ما كان آه ما كان عليه والو صافي تفاهمت انا وبابا وقال لي صافي الله يسخر بقى كيدعي معايا ابخي مني درت العمليه قربت وهذا هي باش قلت لسفيان في البلاصه شي الطياره جا عندي حيت كنت غير انا وسكينه في تركيا كانت مفاجاه ديالي زوينه والمفاجاه الكبيره اللي كانت ليا هي ماما كنعرفها نهائيا ما تزقلش العيد الكبير في المغرب وخلات ديك الفتره كامله وجات عندي حتى لتركيا وبقات معايا والله يخلي لي الوالدين ديالي شوف في البدايه ملي شفت راسي هكا قلت خاصني ندير العمليه ومنين هبطت للبلوك تما في صافي كنت بغيت نطلع نلبس حوايجي ونقول لهم ما بغيتش ندير ولكن رجعت لكلام الاب ديالي ورضاته ووقفته معايا قلت لا صافي بديت نكمل توكلت على الله وقلت انا مرضيه ما يوقع لي والو ان شاء الله داكشي اللي كاين سفيان شنو ردك على <applause> الانتقادات اللي طالوا لكم انت وفايزه انه دوك المقاليب كاملين غير كتب شوف آه هاد القضيه غنجاوب عليها الحمد لله مني كنشوف راسنا انا وفائزه ناجحين الا ودوك المقالب حقيقيين حيت كون ما كناش كو كنا فيك انا وفائزه ما كناش غنوصلوا ما شاء الله لهاد المراتب وما كانتش الناس غتبغينا الحمد لله مني بدينا وحنا سبونطاني لحنا حنا لا العائله ديالنا غنبقاو بحال هكا واللي بغى يقول شي حاجه يقولها بالفعل كيف كان الاخ ديالي سفيان <applause> غير هي بعد 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 المقالب تاتي أه في الاول آه حقيقي وهذا وفي الاخير منين كنشوف الكاميرا وهذا كنقول حرام يضيع هذا المقلب صافي كنكمل فيه بعض المقالب مي كلشي الحمد لله حقيقي رساله اخيره للجمهور ديالكم رسالة للجمهور ديال لافامي الطهي كنبغي نشكركم بزاف كنقول لكم كنحبوكم كاملين وصراحة برضات الوالدين وبالله سبحانه وتعالى والأول وبكم حنا الحمد لله غاديين في نجاح في نجاح وكنبغيكم بزاف وإن شاء الله غادي نبقاو ديما عن حسن الظن ديالكم والحمد لله ديما كيف كتلاحظونا أننا عمرنا كنجاوبوا شي وحدين واخا كنلقاو انتقادات كنلقاو بزاف اللي اونتر بارونتيز الناس كيهاجمونا كيهاجمو لافامي الطهي ولكن نبقاو ديما فحال هكا عم ما عمر غادي يخرج منا شي حاجه اللي سلبيه لانه حنا محتوى ديالنا عائلي وغيبقى عائلي ونبقاو ديما ندخلوا ديك الفرحه لقلوبكم وتفرجوا فينا قدام وليداتكم وقدام عائلتكم ما كاين حتى مشكل هادشي اللي كاين كل الحب والاحترام الناس اللي كيتابعونا وكيتفرجوا فينا آه ملي كنخرجوا انا وسفيان صراحه الزنقه وكنلقاو ناس زوينين كيتفرجوا فينا حتى تنبغيو نحبسوا انا وسفيان حتى يعطيونا طاقه واحده اخرى وكنكملوا في هادشي لانه فريمون السوشيال ميديا كتضيع لك النص ديال الحياه ديالك صراحه الله راه ما ساهلاش لدرجات منين ماما مثلا كطيب شي طويبه وهذا كتبغي تشاركها مع الناس ما كناكلوها كنا حنا حتى تكون بارده غير باش حنا انتم تشوفوها وتشاركها معكم صراحه الله يعني ما كتعيش اليز بزاف ديال الحوايج ولكن على رغم مني كنخرجوا كيف قلت لك انا وسفيان وكنشوفوا ناس زوينين كيتابعونا كنعطيو واحد الطاقه اللي عاوتاني كنكملوا معكم في اليوتيوب وحنا معكم وكنحماقوا عليكم بزاف, بزاف بزاف بزواج كبيره لكم متنسوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا كل جديد